نروح بقى لفريق النادي الأهلي اللي اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض الفريق مرانو الختامي اليوم على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى طبعا وفقا للقواعد المتبعة في البطولة. أنتوا عارفين طبعا إن لازم يتصور جزء من التدريب ده، دي قواعد الكاف، لكن الجزء الفني مستر مارسيل كولر بيرفض تصويره. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران يعني للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. وطبعا أدى لاعب الأهلي الفقرات المتنوعة من التمرين، وبدأ التمرين بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة. الأهلي متصدر مجموعته طبعا اللي هي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويليه شباب بلوزداد اللي هنلعبه برصيد 3 نقاط، ومدياما الغاني برصيد 3 نقاط، ويانج أفريكانز في الترتيب الرابع بنقطة واحدة. الأهلي حقق انتصار في المباراة الأولى على مدياما 3-0، وتعادل خارج أرضه مع يانج أفريكانز 1-1، وكان أقرب للفوز يعني مباراة كان فيها سوء حظ غريب جدا. وبالتأكيد مباراة لها أهمية كبيرة لأنها بتضمن للأهلي صدارة المجموعة في حالة الفوز، وكمان بتريح فريق النادي الأهلي في أفريقيا قبل ما يسافر لخوض مباريات كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر الحالي. هي عايز أشيد بالدور اللي قايم بيه كابتن خالد بيبو المدير الكورة طبعا في النادي الأهلي، اللي مخلي الفريق في حالة تركيز تام على مباراة شباب بلوزداد، ولا بيفكر في المباريات القادمة ولا بيفكر في كأس العالم، وإن شاء الله نحقق الفوز. وطبعا كابتن خالد بيبو عنده مشكلة ان الفريق طول ما هو بيتعادل، احنا ما خسرناش بالمناسبه، الفريق بيتعادل بيتقال اسم كابتن خالد بيبو، الفريق يكسب ما بيتقالش سيرته خالص. مش عارف ايه المبرر ده او ايه الفكره ان انت كل لما يحصل حاجه تقول كابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو محافظ على استقرار الفرقه بالكامل، مفيش اي مشاكل، مش متصدر للوسائل الاعلام اي حاجه، بالعكس في حاله قافل على الفرقه كده بشكل كويس جدا. يعني بستغرب ان كل لما يحصل حاجه يجيبوا سير الكابتن خالد بيبو، ولما بنبقى كسبانين والامور مستقره وبنكسب نتائج كبيره ما يجيبوش سيرته خالص، يعني حاجه غريبه شويه.